بكل خير ومحبة، نلتقيكم مشاهدينا الكرام في موعد رياضي جديد يجمعنا بكم عبر برنامج تايم أوت. اليوم الحديث سيكون في محاور كثيرة في هذه النشرة الإخبارية الرياضية، أبرزها مباراة الوحدات وعين كرم الجارية حاليا في دور 16 لبطولة كأس الأردن، بالإضافة إلى لقاء اللجنة الأولمبية لبعثة الدورة الرياضية العربية المشاركة، إضافة إلى الأخبار الأوروبية وأبرزها مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الكارلين كاب. أهلا بكم. إذن حياكم الله. تقام في هذه الأثناء مباراة الوحدات وعين كرم في ختام دور 16 لبطولة كأس الأردن لكرة القدم، ويقام اللقاء على استاد الملك عبد الله في القويسمة، وينشد الوحدات من خلال هذه المباراة إلى تحقيق الفوز الذي يضمن له العبور إلى الدور ربع النهائي لبطولة الكأس التي تعد البطولة الثانية من حيث الأهمية بعد بطولة دوري المحترفين، ويملك الأخضر المقومات اللازمة لتحقيق الفوز خاصة في امتلاكه عديد الأسماء في المنتخب الوطني، فيما يرغب فريق عين كرم الذي يلعب في دوري أندية الدرجة الأولى إلى إحداث مفاجأة وتحقيق الفوز في المباراة، وتبدو لغة العراقة واضحة في لقاءات الفريقين. طبعا المباراة ما زالت جارية و30 دقيقة مرت على بداية المباراة، للحديث عن نتيجة المباراة ومعرفة نتيجة اللقاء حتى هذه الدقيقة ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الآن الزميل الصحفي كان مفترض طبعا مصطفى بالو، الآن الزميل الصحفي ثائر. مساء الخير ثائر. طيب ثائر، بداية يعني ما هي نتيجة المباراة حتى الآن بعد مرور نصف ساعة؟ بعد مرور نصف ساعة النتيجة تقدم الوحدات بعد 2 دقيقة نعم، سجلهما اللاعب عبد الله في الدقيقتين 14 و30. نعم، ماذا عن الحضور الجماهيري ثائر؟ جميل جدا، نعم الحضور الجماهيري قليل وقليل جدا، اعتقد ان نتائج الوحدات السلبيه في الفتره الاخيره نعم اثرت على الحضور الجماهيري، اضافه الى ان الجماهير الوحداتيه ربما يعني ضمن نتيجه المباراه قبل ان تبدا. اكيد نظرا للفارق الكبير في المستوى الفني بين الوحدات وعين كرم، والنتيجه تعبر عن حالها. اكيد 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 نعم زميلي ثائر، بكل تأكيد سيكون إن شاء الله تواصلنا في برنامج هاف تايم وكذلك للتأكيد على نتيجة هذه المباراة. طبعا الوحدات في حال فوزه بهذه النتيجة وهو الآن يتقدم بهدفين دون مقابل سيقابل الفيصلي في الدور ربع النهائي. التقت اليوم اللجنة الأولمبية الأردنية أعضاء البعثة الأردنية المشاركة في الدورة الرياضية العربية 12 التي تنطلق في قطر يوم 9 من الشهر المقبل، حيث احتضنت كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية الملتقى، وهدف الاجتماع إلى مناقشة الأمور التنظيمية الأخيرة قبل البدء بمغادرة الوفود رسميا اعتبارا من الأسبوع المقبل، حيث يشارك الأردن بوفد كبير يضم ما يقارب 400 مشارك يتنافسون في 24 لعبة هي كرة القدم للرديف ومنتخب السلة الأول للرجال ومنتخبا الرجال والسيدات لكرة اليد ومنتخبا الطائرة والطائرة الشاطئية للرجال، إلى جانب منتخبات التايكوندو والمصارعة والكاراتيه والجودو والسكواش والملاكمة وبناء الأجسام ورفع الأثقال والشطرنج والسباحة والجمباز والدراجات والمبارزة ورياضة المعوقين والفروسية والبلياردو والتنس والرياضات البحرية والرماية وألعاب القوى. في الأردن لم تتغيب عن أي دورة عربية، وهذه المشاركة في الدورة العربية بالدوحة مشاركة من أكبر مشاركات الأردن الخارجية، فمشاركين إحنا في 24 اتحاد، 386 شخص مشارك ما بين لاعب ومدرب ومعالج وإداري، مشاركين ب 30 منافسة، 30 فريق بال 24 اتحاد، لأنه في ألعاب فيها رجال وسيدات وفي شاطئية، ومشاركين بفعالية منتخباتنا إن شاء الله بتكون جاهزة
للمنافسة الحقيقية. بهم وبسعد اللجنة الأولمبية أنها تمثل الأردن والرياضيين بأحسن صورة مثل ما تعودنا دائما تحت إشرافنا وتحت مسؤوليتنا، ومنتأمل إن شاء الله كما دائما نحن منتوقع منهم ونتأمل منهم إنهم يمثلوا الأردن أحسن تمثيل، يحرزوا نتائج باهرة، مش شرط بس ميداليات، طبعا نحن منتوقع إنه يكون حصيلتنا وافرة من الميداليات، لكن برضو في عنا ألعاب منشارك فيها لأول مرة وألعاب نحن ما تعودنا إنه نحن نحصل فيها على ميداليات، لكن منأمل إنهم يجوا في الثلث الثاني، فمنتأمل إن شاء الله إنه تكون مشاركتنا بأحسن ما يمكن وبما يليق بسمعة الأردن وأيضا اللجنة الأولمبية وبرئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين. إحنا استعدادنا تقريبا معسكراتنا داخلية كانت، عسكرنا بيت الشباب وشاركنا في بطولة لبنان الدولية جبنا فيها المركز الثاني، وكنا قبل شهر تقريبا في إيران عسكرنا في إيران ولعبنا بطولة الفجر الدولية. وصل إلى دبي اليوم وفد منتخب كرة السلة للمشاركة في بطولة الثاني من ديسمبر الدولية التي تقام خلال الفترة من الأول حتى الرابع من الشهر المقبل احتفالا بالعيد 40 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضم البطولة التي تقام في صالة نادي الشباب في دبي 6 فرقية المنظم، وبطل الخليج فريق الشباب ومواطنه بطل الأندية العربية فريق الشارقة، فضلا عن المنتخب الوطني وناديي الرياضي والشانفيل اللبنانيين وفريق الجالية الفلبينية. وكان المنتخب قد خاض مبارتين في معسكر بيروت، فاز بالأولى على فريق هوبس اللبناني ب 93 نقطة مقابل 70 نقطة، وخاض لقاء آخر مع فريق الرياضي اللبناني. ودائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية المشاركة في الدورة الرياضية العربية، حيث يستهل المنتخب الوطني لكرة اليد مشواره في البطولة الآسيوية 15 التي تقام في السعودية خلال الفترة من 26 كانون الثاني العام المقبل حتى 4 من شباط بلقاء المنتخب الكوري الجنوبي يوم 27 من يناير. ويلعب المنتخب مباراته الثانية أمام المنتخب الياباني في اليوم الذي يليه، فيما يخوض المواجهة الثالثة في 30 من الشهر ذاته أمام المنتخب الإيراني، ويختتم المنتخب مبارياته بلقاء الكويت في الأول من شباط العام المقبل. وحسب تعليمات البطولة يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني على أن يلعب الدور الثاني بنظام التقاطع. تتواصل التحضيرات لانطلاق سباق ماراثون آيلا البحر الأحمر يوم الجمعة المقبل بمشاركة واسعة من كافة العدائين وبشاركة من الاتحاد الأردني لألعاب القوى، ويقام برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية. ومن المتوقع أن يستقطب الماراثون نحو 1500 مشارك من 40 دولة، ويشمل السباق مسافة 42 كيلومتر ومسافة 21 كيلومتر، إضافة إلى 10 كيلومترات وسباق الأطفال لمسافة 4 كيلومترات. ويحظى السباق باهتمام عربي دولي، وتم تحديد جوائز السباق حيث يحظى المتسابق الذي يتمكن من إنهاء مسافة 42 كيلومتر بزمن قدره ساعتين و15 دقيقة على $5,000، فيما سيحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 1750 دولار. ونحن دائما سعداء بلقياكم مشاهدينا أينما كنتم. وصلنا وإياكم إلى نقطة النهاية في تايم آوت، وذكركم بوسائل التواصل معنا عبر صفحتنا عبر الفيسبوك facebook.com/esports ومرسلتنا عبر إيميل البرامج الرياضية. الملتقى يتجدد في تمام 10 مساء في هاف تايم. دمتم دائما بحفظ الله ورعايته.